أنا جيت. السلام عليكم خواتي وخواتاتي، واش راكم؟ إيميريك لو رجعت لكم بفيديو جديد، ذكرى جديدة. اليوم يا أساطير في سيرفرنا، في سيرفر الشرق الأوسط، نزل سكن الساكورا، لكن أغلبية الناس ما تعرف المكان اللي نزل فيه سكن الساكورا. اليوم راح أفرجيكم المكان اللي نزل فيه سكن الساكورا وكمان طريقة الحصول عليه. طبعا يا اساطير اليوم راح احكي لكم على التطبيق يخليك تزيد متابعين الانستغرام تبعك مثل ما انتم شايفين في المقطع الامامي بكل سهوله. اليوم راح احكي لكم على التطبيق جيت انستا. طبعا اول ما تدخل للتطبيق راح يطلب منك انك تسوي تسجيل دخول، واحنا ما عندنا حساب، لهيك راح تضغط تحت تسجيل حساب جديد. طريقه التسجيل جدا سهله، راح تحط الاسم الخاص بك وراح تحط الايميل الخاص بك وكلمه السر فقط. انا عندي حساب بالبرنامج، لهيك راح اسوي تسجيل دخول مباشره. اول ما تدخل للتطبيق راح يطلب منك انك راح تحط الاسم الانستغرام الخاص بك، وبعدين راح تحط كلمه السر وتسوي تسجيل دخول. لما تدخل للبرنامج فيك انك تسوي لايك وتحصل على 20 نقطه، وفيك كمان انك تسوي فولو وتحصل على 100 نقطه، وبمجرد ما يصير عندك عدد كبير من النقاط راح تدخل الى هذا المكان وتشتري عدد المتابعين اللي انت تحبه. انا الان راح اشتري 100 متابع ب 15000 نقطه. مثل ما انتم شايفين لما نرجع الى حساب الانستغرام الخاص بنا راح نشوف عدد المتابعين قاعد ينزاد بشكل مستمر حتى يوصل الى 100 متابع. طبعا رابط تنزيل التطبيق مباشره راح تلقوه تحت في صندوق الوصف. طبعا قبل بداية المقطع لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة، اهم شيء، وخلونا نوصل المقطع ل 10000 لايك باسرع وقت ممكن. خليكم مع المقطع، ليتس جو. اوكي اساطير مثل ما انتم شايفين انا اصلا عندي ساكورا من قبل، اوكي، لهيك انا حاط ساكورا برعاية انه المقطع يتكلم عن الساكورا. طبعا كلياتكم ينتظرون مثل ما صار في السيرفر الهندي انه الساكورا والفاير باصات الخمسة الاوائل نزلوا في اللاكي رويال، كلياتكم ينتظروا الساكورا انه ينزل في اللاكي رويال، لكن انا ما اعتقد انه راح ينزل في اللاكي رويال في سيرفرنا. احتمال كبير انه ينزل باللاكي رويال، لكن انا ما اعتقد انه راح ينزل باللاكي رويال. لهيك شباب بعد التحديث الجديد فري فاير في المختبر اضافت في مكان الترند، كلياتكم لما تدخلوا للمختبر راح يطلع لك هيك زي اسطوري الكتاب التشعبي والمصمم والترند. الترند هو فيه الاغراض اللي تكون ترند في اللعبه، فهمتوني كيف؟ يعني الاشياء الجديده جدا في اللعبه. راح ندخل الى مكان الترند ونكتشف كل الاشياء مع بعض. في كثير ناس مو فاهمين مكان الترند، حتى انا ماني فاهمه، اوكي راح نفهمه مع بعض. حسب رايي هذا سوينه نيو، يعني هذا جديد، هذا الترند جديد. الترند هذا اعتقد السكنات الجديده اللي راح تنزل في سيرفرنا في المستقبل. اوكي طلع لي انه هذا الزي اصلا عندي، اوكي لما يكون هذا الزي عندك راح يطلع لك هيك انه انت اصلا لديك هذا السكن. اوكي نحن ندري انه لدينا هذا السكن. هذا هم السكنات الجديده اللي راح تنزل في اللعبه اللي شفتوها انتم يا شباب في بدايه اللعبه، اوكي في الواجهه. اوكي سكن البنت هذا هو، دقيقه فرجيكم. اوكي شوفوا سكن البنت يجيها هيك يعني شكل الغراب على كتفها ولا ما ادري وش، بس سكن اسطوري، الشعر فيه اسطوري جدا. اوكي فيك انك تقرب كمان هيك تشوف يعني السكن عن قرب وترجع، هذا شو؟ اوكي هذا يعني ترجع للصور. كمان هون سكن تبع الولد، شوفوا شكل سكن الولد يا شباب، سكن عادي جدا وعجبني كثير، وانه مو ضخم وفيه هيك افكتات بسيطة جدا، والله سكن اسطوري بمعنى الكلمة. كمان هذا السكن تبع الولد، راح تقولي صحراوي هذا مو سكن، هذه لافتة، لا انه سكن. اوكي واو انه يتصور انه مشهور، حزمة الخادم الشرير، انت خادم ليش قاعد تتصور على اساس انك مشهور؟ اوكي راح نرجع هيك، هذه هي السكنات الجديدة راح تنزل في اللعبة. هون راح ندخل إلى مكان الجاكيت، مثل ما أنتم شايفين أنا عندي الجاكيت البيضاء وعندي الجاكيت السوداء، لكن يا أساطير شوفوا الجاكيت السوداء هذه اللي عندي أنا هي جاكيت عادية، بس هذا الجاكيت بيطلع فيها هون كتابة، أوكي يطلع فيها كتابة تبع اللوجو تبع هذا الحدث، أوكي اللي اسمه مونسو اوراكي ولا ما ادري وش. ما ادري اذا هذا الايفكت بس يسووه هيك مشان العلامه المائيه وهيك شيء. عندي انا اثنين هاد السكنات الاسود والابيض، وكمان هذا السكن حينزل اي دونت ناو، يعني مثل السكن الاسود هذا عادي جدا لكن مكتوب عليه هاد الكتابات. كمان هذا السكن عجبني كثير يا شباب بصراحه، سكن اسطوري وبسيط جدا. كمان راح نشوف هون تحت، شوفي في حقيبه جديده مثل ما انتم شايفين الساكورا المسكر الصحراوي،
مثل ما انتم شايفين الحقيبة اتوقع انه لسه ما نزلت بسيرفرنا، مو اتوقع اكيد لسه ما نزلت بسيرفرنا. ليفل واحد هيك على شكل كيبورد، والليفل اثنين على شكل كيبورد هيك من جهتين، وفيها هيك اسنان حادة وما ادري وش، اوكي هيك فيها ثلاث اسنان حادة وفيها كيبوردات صغيرة هون. يعني حقيبة مقبولة مو اسطورية جدا. من الاخر راح نروح الى مكان الاسلحة في هذا الحدث، راح تنزل كمان ثلجة جديدة بيطلع منها هيك الضواء بنفسجية ولا زرقاء ولا ما ادري وش، المهم نفس الشيء. هيك فيك انك تكبرها وتشوف الاشياء الجديدة اللي نسا منزلت بسيرفرنا. راح ندخل الى مكان الثاني تبع الترند، اوكي راح نجيكم واحدة واحدة حتى نوصل الى الساكورا. راح ندخل الى مكان ثاني تبع الترند مثل ما انتم شايفين، اوكي هاي سكنات تبع البويا، اوكي يعني فيني اني اخذ هذا الشيء اتوقع، لا ما فيني اخذ. اوكي دقيقة شباب، في مكان الترند الاول بما انه انا عندي اثنين سكنات، شوفوا يا شباب شوفوا ركزوا على هذا الشيء، ركزوا كثير كثير. انا عندي هذا السكن اللي فيه 10 توكن وعندي هذا السكن اللي فيه 10 توكن، اوكي اتوقع انه فيني اني احصل على هيك هاي صندوق الغنائم تبع الساعة. اوكي اساطير راح نروح الى المكان الثاني، مثل ما انتم شايفين هاي سكنات حدث البويا، هاي السكنات كليتها نزلت بسيرفرنا بس انا ما عندي اياها، ما عندي ولا شيء منها، بس حرقتها في السيرفرات الاخرى وما حرقتها بسيرفرنا. مش هتعرفوا انه الصحراوي غبي، كليتها سكنات مرت عليكم من قبل وسكنات عادية بالنسبة لكم. عندي هذا السكن، اوكي جيجي عندي هذا السكن، اوكي كمان راح ندخل هون، مرت عليكم هاي الدراجة اتوقع من قبل، وهي الحقيبة تبع الاسهم كمان اسطورية اللي تتحرك مرت عليكم من قبل اتوقع. اوكي ما في داعي نشوف هذا الشيء لانه بنعرفه من قبل. راح نروح الى هي الماركه اتوقع اسمها سيليكتد، هي كليتها ماركات مشهوره، اوكي يعني ماركات هي اللي تسوي سكنات في لعبه فري فاير، فهمتوني كيف؟ راح ندخل الى هي الماركه ونشوف. اوكي يلا، هي الماركه هي اللي سوت الحقيبه تبع الكريمينال الاحمر، واتوقع هي اللي سوت الكريمينال الاحمر المطور، وكمان سوت سكن المستأذب اللي يتحول الى ذئب، اوكي وكمان سكن الكريمينال الاحمر اللي كلياتكم تعرفوا، وحتى سكن الدين والاسطوري هذا شباب سواته هي الماركه تبع سيليكتد. اي ثلاث سكنات لسه ما حصلت عليها بس اتوقع انه كليتها نزلت في سيرفر. راح نروح هون الى المكان الثاني، مثل ما انتم شايفين انا عندي هذا الشيء وهذا الشيء كمان جديد، لا شباب هي نزلت باللعبه من قبل. اوكي وهون عندنا الدراجة تبع الكريمينال انا حصلت عليها في حدث الكريمينال. راح ندخل هون الى مكان الاسلحة، هي الثلجة نزلت من قبل سيرفرنا، وهي الثلجة اتوقع لسه ما نزل، لا نزلت اتوقع، هي الثلجة رسميا نزلت تبع الافعى بس هي مو متأكد. اوكي اكتبوا لي في التعليقات ثلجة الذئب الازرق نزلت في اللعبة ولا لسه ما نزلت في اللعبة، اكتبوا لي بالتعليقات. شفنا هذا المكان تبع الترند، راح نروح الى اهم شيء يا صديقي، اهم شيء بملك الكلمة الساكورا. هاها دينشو، ماركة دينشو هاي هي يا شباب، اوكي حصلت على هذا الشيء تهانينا شكرا. نقاط العلامة التجارية، عندي 125 نقطة علامة تجارية لانه لدي الساكورا يا صديقي ولدي ان الفينوم، اوكي يعني عندي 50 وال 75 125 علامة تجارية. مثل ما انتم شايفين هي العلامة هي اللي سوت الساكورا وسوت الفينوم وكمان سوت كل هاد السكنات اللي انت شايفها امامك تبع الحاضنات وتبع كثير اغراض اسطورية. شوفوا يا شباب احتمال في اغلب في كثير منكم لسه ما يعرفوا هي السكنات اصلا، بس مثل ما انت شايف يا صديقي سكنات جدا خرافية. هاي سكن كمان حاضنة الساموراي سوتها هي الماركة تبع دينشو، يعني كل شيء متعلق بالساموراي وبالسيوف وكذا، فهمتني كيف؟ اوكي حزمة بوشايدو، افتح للحصول على حزمة بوشايدو. انا اصلا لدي حزمة بوشايدو، اوكي حزمة بوشايدو هاي هي الساكورا. سكن الساكورا راح تدخلوا الى حساباتكم، تدخلوا الى مكان ترند وتدخلوا الى ماركة تبع دينشو، راح تلقوا ان الساكورا نازل هون بس ما فيك انك تحصل عليه. يعني مثلا هذا السكن انا ما عندي بحسابي بس ما فيني اني احصل عليه، ما في شيء فيك انك تضغط عليه ويعطيك يقول لك مبروك عليك هذا السكن، او في عدد جواهر تضغط عليه وتدفعه ويقول لك مبروك عليك هذا السكن الجديد. لكن بما انه السكن نزل في هاي المكان تبع الحزم تبع الماركه تبع دينشو، يعني السكن رسميا راح ينزل في سيرفرنا، اوكي يعني رسميا بمعنى كلمه، مستحيل راح تقول لي يعني نزل بالسيرفر الهندي ما في داعي انه ينزل بسيرفرنا.
لا راح ينزل رسميا. شوفوا في كثير سكنات، في كثير سكنات نزلت بالسيرفرات الاخرى مثل السيرفر الهندي والسيرفر الامريكي والسيرفر، فهمتوني كيف؟ سكنات اسطوريه ما نزلت في سيرفرنا الى حد الان. في سكن تبع بنت في السيرفر الهندي يا شباب، سويت عليه مقطع قبل سنتين. السيرفر الهندي سكن نزل قبل سنتين الى حد الان ما نزل بسيرفرنا، اوكي؟ يعني الساكورا مو سكن جديد مثل السكن تبع هذيك البنت، مو سكن جديد. الساكورا سكن عند كل السيرفرات، يعني اذا نزل بهذاك السيرفر احتمال 90% راح ينزل بكل السيرفرات بمعنى كلمه، مثل ما صار بالكريمينال، اوكي؟ لانه الكريمينالات ما تعتبر سكنات جديده، تعتبر سكنات قديم. مثل ما انتم شايفين يا شباب، سكن الساكورا ما في مكان، يعني ما في ضغطه مناسبه تخليك تحصل عليه، لكن رسميا راح ينزل بسيرفرنا. احتمال راح تكون في طريقه نجمع بها هذا التوكن اللي يخليك تحصل على الساكورا ب 50 توكن، راح تجمع هذا التوكن وتحصل على الساكورا، او احتمال هذا التوكن بس تحصل عليه لما يكون لديك الحزمه، اوكي؟ مثل ما شفتوا الحين كانت عندي 125 مشان هذه اثنين سكنات اعطوني الحقيبه اللي شفتوها في البدايه او الدروب اتوقع، لانه لدي ساكورا اعطوني هذا التوكن. ما ادري اذا هذا التوكن فيك انك تشتري به ساكورا، او الساكورا هو اللي يعطيك التوكن، او العكس، ما ادري. راح نروح هون الى مكان الحقائب. مثل ما انتم شايفين في حقيبه تبع الافعى هون جديده، ليفل 1. شوفوا الافعى تلتف ليفل 2 وليفل 3 كمان، شيء اسطوري. الاسلحه كمان في هذا الثلج تبع الاعين الصفراء ولا ما ادري وش، اوكي؟ المهم في هون 11 سكن، هذا السكن نيو 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 كليتهم جديدين، هي الماركه جديده يا شباب، لهيك انتم شيء قاعدين تشوفوا انه هذه السكنات كليتها جديده موجوده هون، اوكي؟ يعني ما اتوقع ما كانت منضافه هون بالترند، او كانت منضافه من قبل، انه انا ما ادخل الى مكان الترند هذا ابدا اطلاقا. الحين راح ندخل الى اخر ماركه ونعطيها حقها من المقطع. راح ندخل الى ماركه الانجل، اوكي؟ يعني الاجنحه. كلياتكم تعرفوا السروال البرازيلي، السروال البرازيلي، السروال البرازيلي، السروال البرازيلي، كلياتكم تعرفوا تبع الولد تبع البنت. انا عندي كل هاد السراويل اللي انت شايفهم امامك كلياتهم من الاخر، بس ما عندي هاد الكمامه والحذاء والجاكيت وهاد الامور. شباب اتوقع انه هي يعني ما ادري وش تسموها انتم ببلدكم، راح نقول لها حذاء، اوكي؟ هذا الحذاء يا شباب اتوقع انه ما كانوا مسوينه من قبل تبع السروال البرازيلي، سووه جديد مثل ما انتم شايفين، نيو جديد. وكمان القبعه تبع السروال البرازيلي، يا اخي سووا سكنات كامله بكل الالوان على السروال البرازيلي، اللي كانوا لانه لما نزل السروال البرازيلي كان محبوب بالجماهير، ما في انسان ما يحب السروال البرازيلي في لعبه فري فاير. في كثير ناس يقول لك السروال البرازيلي احسن من سروال الجاز اصلا، اوكي؟ مثل ما انتم شايفين، والله يا اخي شباب ليش فري فاير بتسوي سروال الجاز لكن باللون الابيض؟ والله راح يصير شكل اسطوري. الكمامه تبع السروال البرازيلي الذهبي، والكمامه تبع السروال البرازيلي الاحمر، وهيك يعني الحلاقه والحذاء والجاكيت هاي الحمراء والجاكيت الزرقاء، في كثير امور اسطوريه. الاجنحه يا حبيبي تبع الحقيبه اتوقع نزلوها قبل شوي، احتمال اصلا لسه منزلين. هي الثلج نزلت من قبل، وهي الثلج نزلت كمان بالحدث الاخير تبع السروال البرازيلي الاصفر. انا لما دخلت الى هذا المكان عندي هذه السكنات كلياتها، اوكي؟ يعني عندي 20 توكن، وال30 50، وال30 80، وال15 95 توكن. ما اعطوني جائزه مثل التوكن اللي كان عندي تبع الساكورا، ما اعطوني هون جائزه فيني يعني احصل عليها مثل الساكورا. لهيك كلياتكم فهموني في التعليقات، هل هذا التوكن يخليك دقيقه بس، اوكي؟ شوفوا يا شباب، نقاط العلامه التجاريه لازم يكون لدي 300 نقطه تبع علامه تجاريه مشان احصل على هذا الصندوق، فهمتوني كيف؟ الحين انا عندي 125، بس ليش بهون بالعلامه التجاريه هذه ما طلع لي عدد التوكن اللي عندي؟ اوه عندي يا شباب، لازم اني اوصل الى 100 نقطه علامه تجاريه حتى احصل على هذا الحقيبه اللي احسها عاديه جدا وما فيها ولا طعم، اوكي؟ راح ندخل كمان الى الثمانين، اوكي؟ راح نحصل على هي الساعه، وكمان هون وش راح نحصل؟ هون اتوقع اني حصلت على شيء معين، في 60 راح نحصل على هذا الوجه، اوكي؟ بال100. وهون بنقاط العلامه التجاريه اتوقع 300، اوه يعني تخطيت خلاص، هون يعني حصلت على عدد كبير من التوكن لدرجه اني تخطيت العدد المطلوب، وصار هون علامه افهام، يعني لسه ما سووا هديه جديده هون.
بالنسبة للساكورا كليتكم اكتبوا لي في التعليقات، هل هذا التوكن يخليك تحصل على الساكورا او يعني هذا التوكن بس تحصل عليه لما يكون لديك ساكورا؟ وبالناحية انه الساكورا راح ينزل بسيرفرنا، يعني ما اقول لك انه في مطور خبرني قال لي صحراوي راح ينزل ساكورا في السيرفرنا، لكن انا اخبرك بدون مطور انه ساكورا راح ينزل بسيرفرنا لانه نزل بالسيرفرات الاخرى. اوكي يعني خلاص، اي شيء نادر، اي شيء نادر ينزل في سيرفر معين قضية وقت، بس قضية وقت وراح ينزل في سيرفرنا كمان، لانه مثلا يا صديقي اوكي مثله مثل الكريمينال. هذا هو المكان اللي راح تلقوا فيه الساكورا بسيرفرنا بسيرفر الشرق الاوسط. اوكي انا قاعد اصور المقطع، ادخل سيرفر الشرق الاوسط، ادخل المختبر راح يطلع لك الساكورا هون. اذا كنت حاصل عليه راح تطلع لك هذه العلامة، يعني انت حاصل عليه. اذا ما كنت حاصل عليه ما راح يطلع لك ولا شيء، لك راح يطلع لك سكن الساكورا، واول ما ينزل في اللعبة وتحصل عليه راح تحصل على هذا التوك. طبعا لهم قد وصلنا الى نهايه المقطع، اتمنى المقطع يكون نال اعجابكم، لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناه اهم شيء اساطير. شكرا على 760 الف مشترك، ان شاء الله نوصل 800 الف باسرع وقت. نشوفكم بالمقطع القادم، انا رحت.